السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغار الأبطال؟ يلا يا حلوين نبدأ درسنا اليوم، إن شاء الله درس التربية الإسلامية. نفتح كاميراتنا ونجلس جلستنا الصحيحة. معكم درس التربية الإسلامية لمدرسة القيم الأهلية للصف الأول ابتدائي. درسنا اليوم إن شاء الله السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معكم سانسي دينا. السيرة النبوية الشريفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للصف الأول ابتدائي. قبل أن نبدأ يلا يا أبطال نفتح كاميراتنا. يلا شهم، يلا رضى بالفقار، يلا ليان، يلا يا أبطالي، يلا محمد علي، يلا يا حلوين نفتح كاميراتنا ونسجل أسماءنا بالشات، يلا يوسف يا عرب، يلا زهرة علي، يلا يا أبطالي الكل تفتح الكاميرات. حبايبي الحلوين مثل ما شرحنا في درسنا السابق، درسنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسبه، نبدأ الآن. نسبه أبوه عبد الله، أبوه عبد الله. أمه آمنة بنت وهب، أمه آمنة بنت وهب. جده عبد المطلب، جده عبد المطلب. قبيلته قريش، قبيلته قريش. يلا إبراهيم برهم البطل. صباح ورد يا وردة، شلونك حبيبي؟ إن شاء الله دوم بخير يا برهوم البطل حبيبي. نبدأ بنسبه، أبوه أبوه اسمه برهومي، أبوه عبد الله، أبوه عبد الله. أمه آمنة بنت وهب. أحسنت. جده عبد المطلب. ممتاز. قبيلته قريش، قريش. بارك الله بك يا بطلي، شكرا جزيلا. يوسف يا عرب يا بطل افتح كاميرتك حبيبي. يلا يوسف أثير. نعم سانسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا بطلي، أبوه عبد الله. أحسنت. أمه آمنة بنت وهب. جده عبد المطلب. قبيلته قريش، قريش. بارك الله بك يوسف، شكرا جزيلا. شكرا سانسي. عفو يا وردة. يلا يا سوف البطل، يوسف يا عرب. نعم سانسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا بطلي، أبوه عبد الله، أمه آمنة بنت وهب. أحسن. جده عبد المطلب. ممتاز. قبيلته قريش. بارك الله بك يا بطلي، شكرا جزيلا. يلا يا آمن. نعم سانسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا بطلي، أبوه عبد الله، أمه آمنة بنت وهب. أحسن. جده عبد المطلب. قبيلته قريش. ممتاز، بارك الله بك يا من، شكرا جزيلا. حبايب الحلوين، كنا عرفنا والد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسمه عبد الله، أمه آمنة بنت وهب، جده عبد المطلب،
قبيلته قريش. تمام يا أبطالي، الآن نشاهد سوية قصة قصيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نشاهد سوية. في هذه الحلقة سنعود بالتاريخ إلى الوراء في مكة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه من آمنة بنت وهب، وتركها حاملا بالنبي صلى الله عليه وسلم جنينا. ما لك يا عبد المطلب؟ إنك تبدو شاردا كأنك تنتظر أمرا خطيرا يا سيد قريش. يا ابن أخي، إن آمنة بنت وهب تنتظر مولودا اليوم، إنها في تلك الخيمة تشعر بآلام الولادة. آمنة؟ زوج ولدك عبد الله الذي توفي منذ أشهر؟ نعم، هذا الوليد سيخرج إلى الحياة دون أن يرى أباه. هون عليك يا عبد المطلب، فلعلك تعوضه عن أبيه عبد الله. يبدو أنها وضعت يا عبد المطلب. سيدي عبد المطلب، أبشر يا سيدي، فقد وضعت سيدتي آمنة غلاما جميلا لم أرى أجمل منه في حياتي. الحمد لله، الحمد لله، سوف أسميه محمدا. محمد؟ هذا اسم غير منتشر بين العرب. أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. إذن هيا يا عبد المطلب، قم واطمئن على محمد. كان من عادة العرب أن يرسلوا مواليدهم إلى البادية مع المرضعات لينشأوا أقوياء الجسم فصحاء اللسان، فأرسلت آمنة رضيعها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية فنشأ معهم في البادية، وبعد عدة سنوات عاد إلى أحضان أمه آمنة بنت وهب. حينما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 6 من عمره توفيت أمه آمنة، فأخذه جده عبد المطلب ليرعاه. يا عبد المطلب، لا تحزن على ما أصاب محمدا من فقد أبويه، فأنت جده وسوف يجد عندك الحنان والحب. سأبذل ما أستطيع كي أرعى محمدا، والله سوف يكون له شأن عظيم يتحدث عنه كل العرب. تعلق محمد صلى الله عليه وسلم بجده عبد المطلب، فصار لا يكاد يفارقه حتى في مجالسه مع كبار قومه ومجالس قريش. وبعد وفاة عبد المطلب انتقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت عمه أبي طالب، وكان يخصه بحبه وعنايته وعطفه. يا عبد المطلب، كم كنت عطوفا على محمد،
لكن الموت حق على الجميع، وها هو محمد انتقل إلى بيت عمه أبي طالب. وهكذا كانت طفولة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بالأحزان والمواقف الصعبة التي علمت النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وقوة التحمل. حبايب الحلوين، بعد ما انتهينا من مشاهدة الفيديو الآن نرجع إلى درسنا. نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. اسم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. يلا يا أبطالي، من راح يقول لنا اسم نبينا؟ من راح يرفع إيده يا بطل؟ يلا تالين، يلا تالين الجميلة. صباح الخير تالين الجميلة. صباح النور. يلا تالين حبيبتي، اسم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسنتي تالين، شكرا جزيلا تالين الجميلة. عفو. حبيبي افتح الكاميرا. أمير علاء افتح الكاميرا. رضا ذو الفقار افتح الكاميرا يا أبطال. علي أحمد افتح الكاميرا ماما. حبايبي الحلوين افتحوا الكاميرات. يلا ياسين البطل. نعم شمسي. صباح الورد يا وردة. صباح العسل حبيبي أنت. يلا يا وردة، نبينا اسمك كامل. محمد بن من عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله بك يا بطل، شكرا جزيلا. عفو. إيلين، وافقي على الطلب حبيبتي. نعم شمسي. صباح الخير إيلين الجميلة. صباح النور. يلا إيلين حبيبتي، الاسم الكامل. محمد من عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا يا أميرتي الجميلة. يلا أمير. نعم شمسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا بطلي، اسم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أحسنت يا أمير الصف، ممتاز، بارك الله بيك، صلى الله عليه وآله وسلم، شكرا جزيلا أمير. يلا علي أحمد. صباح الشمسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا يلا محمد. محمد صل بن عبد الله. بن عبد الله. بن عبد المطلب. عيد لي يا حبيبي. يلا عيده. محمد عبد الله عبد المطلب صلى الله عليه وآله
وسلم. شكرا يا بطل. يلا سما. نعم سارسي. صباح الخير وردتي الجميلة. سارسان يا ريتا. يلا ريتا الجميلة. صباح الورد. يلا يا أميرتي نبينا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله. الله عبد المطلب. أحسنتي صلى الله عليه وآله وسلم. ريتا الجميلة. نعم. إيش ماما جاي يسألوني؟ سانسي. شكرا ريتا. سانسي. يلا عبد الله حسن. اي عبد الله صباح الخير. صباح النور. يلا يا بطلي نبينا محمد. كمل. صلى الله عليه وسلم. بن عبد الله بن المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. عيد لي يا بطل. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله. يلا علي. وأخيرا قومتيني. يلا حبيبي صباح الخير. صباح الورد. يلا حبيبي. يلا نبينا محمد بن. كمل اسم أبوه اسم جده. أكمل حبيبي. أكمل اسم أبوه وجده. أي حبيبي. يلا كمل يا وردة. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا سانسي. نعم حبيبي. إحنا ل- ل- لما نقول اسم أي إمام أو نبي نقول صلى الله عليه وآله وسلم. أنت يا وردة وبارك الله بيك. شكرا جزيلا. يلا زنوبة الجميلة. نعم سانسي. صباح ورد جميلتي. صباح الخير. يلا زنوبة الحلوة. اسم نبينا محمد. نعم. اسم أبوه محمد بن. محمد بن عبد رسول الله. عبد الله. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. عيدي ورائي. يلا يا وردة. وردة سمعيني شوي وانا بصوتك ناصي شوية. زنوبة حبيبتي يلا عيدي ورايا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أحسنتي يا أميرتي. شكرا جزيلا. حبايبي الحلوين أرجو منكم تفتحون الكاميرات. شهم افتح الكاميرا يا بطل. وليان عمار ومحمد علي افتحوا الكاميرات. يلا يا أبطال. مولده ولد نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. ولد في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. هسه يا أبطال من أسألكم أين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شو راح تجاوبوني؟ سانسي ولد في مكة في ربيع الأول
من عام الفيل، ولد نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. تمام يا أبطالي؟ يلا راح نسأل. يلا يا أبطال، من راح يرفع إيده؟ يلا يا شطور راح يرفع إيده؟ يلا شهم. يلا شهم البطل. نعم سانسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا شهم البطل. أين ولد نبينا محمد؟ في مكة. أين ولد نبينا محمد؟ في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. عيد ورايا. الأول من عام الفيل. شكرا يا بطل. أبطال الحلمين نفتح كاميراتنا. أمير علاء، رضا ذي الفقار، يامن، افتحوا كاميراتكم يا أبطال. يلا رضا ذي الفقار. صباح الخير. نعم سامسي. صباح الخير يا بطل. بخير والحمد لله. يلا يا بطلي، أين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولد في مكة ربيع الأول. أحسن. في من عام. من عام الفيل. أحسن، بارك الله بك يا بطلي، شكرا جزيلا. يلا ليان. ليان عمار. نعم شانتي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا أميرتي، أين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولد في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. أحسنتي أحسنتي يا أميرتي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. عفوا. يلا محمد علي. نعم سانسي. صباح الخير يا وردة. صباح النور. يلا يا بطلي، أين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ في عام الفيل. في مكة. في مكة. في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. من عام الفيل. عيدة يا بطلي. في مكة. أحسنت. في ربيع الأول. ممتاز. عملتي. أحسنت يا بطلي، شكرا جزيلا. ولد نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. يا أبطالي من بعد مقام خلينا نقوم. يلا شهم. يلا شهم يا بطل. أستانسي. يلا يا بطلي، أين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ في العام. في مكة. في مكة في ربيع الأول من عام الفيل. عدها ورايا شهم. في العام في مكة في العام الأول في عام الفيل. لا، في ربيع الأول من عام الفيل. في ربيع الأول من عام الفيل. أحسنت، بارك الله بك، شكرا جزيلا. ولد نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في ربيع الأول من عام الفيل،
ولد نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم يتيما، كفله بالتربية والرعاية جده عبد المطلب مثل ما شاهدنا بقصتنا اليوم. بعد وفاة والده ما تكفل برعايته وتربيته جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده ثم كفله عمه أبو طالب، ثم كفله عمه أبو طالب. تمام يا أبطالي؟ مرضعته، مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي حليمة السعدية. مرضعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية. يلا يا أبطالي، من راح يقول لي شنو اسم مرضعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يلا يا علاوي. شانسي. يلا علاوي البطل. طلب العلي. يلا علي. علي تسمعني ماما؟ يلا عبد الله حسن. نعم. يلا يا بطلي، ما اسم مرضعة نبينا محمد؟ قريش. حليمة السعدية، ما اسم مرضعة نبينا محمد؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية، شكرا جزيلا يا بطل. يلا يوسف أثير. نعم شانسي. يلا يا بطل، ما اسم مرضعة نبينا محمد؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية، شكرا جزيلا يوسف. عفوا. يلا ياسين. نعم شانسي. يا بطلي، ما اسم مرضعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ مرضعة حليمة السعدية صلى الله عليه وسلم. أحسن، شكرا جزيلا. يلا لبنى. يلا لبنى حبيبتي. لبنى ماما، واقع الطلب؟ نعم سانسي، ما شفت الطلب، شو الطلب؟ ما كان دي يشتغل، هسه اشتغل. حبيبتي، ما اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يلا يا لبنى. شنو اسمها؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية. عيدي يا لبنى اسمها. حليمة السعدية. شكرا لبنى. حبيبتي انت في على الدرس اكثر؟ يلا ليان. ليان عمار. نعم سانسي. يلا يا اميرتي، ما اسم مرضعة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ حليمة السعدية. حليمة السعدية، احسنتي، شكرا جزيلا. يلا الدومي البطل. نعم سانسي. يلا يا بطلي، ما اسم مرضعة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ حليمة السعدية. احسنت ادم، حليمة السعدية، شكرا جزيلا. يلا مصطفى. يلا ماما بيوافق. يلا مصطفى البطل. يلا ماما مصطفى وافق. يلا على غيره. يلا يا آمل. يا
نعم سانسي. يلا مصطفى حبيبي، يلا يا من هسه ارجع لك. مصطفى ماما، ما اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ حليمة السعدية. احسن، شكرا جزيلا. يلا يا من يا بطل. نعم سانسي. يلا يا بطلي، ما اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ حليمة السعدية. أنت يا من، ممتاز، شكرا جزيلا. يلا روان عدنان. نعم سانسي. الحال يا أميرتي؟ ها؟ كيف الحال يا أميرتي؟ بخير والحمد لله. يلا حبيبتي، ما اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ حليمة السعدية. اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حليمة السعدية. اسمه حليمة السعدية. حليمة السعدية، شكرا جزيلا يا أميرتي. يلا زهورة الجميلة. نعم سانسي. حبيبتي، ما اسم صباح الخير سانسي. صباح ورد، عسولك. ما اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ حليمة السعدية. أحسنتي زهورة جميلة، شكرا جزيلا. عفوا. يلا برهمي البطل. نعم سانسي. يلا برهمي حبيبي، ما اسم مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسم مرضعة حليمة السعدية. أحسنت إبراهيم، بارك الله بيك، شكرا جزيلا. حبايبي الحلوين، الآن شاهد نشيد سوية. محمد نبينا وأمه آمنة وأبوه عبد الله مات قبل أن يرى. وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.